عودة من جديد لكل المشاهدين اللي بيتابعونا عبر برنامج صباحات سودانية. أكيد هي صوتها ما حيكون كده، لكن المهم غايته أنا حاولتها. البيت العروسة الجميلة المعانا دي اليوم نحن بنتكلم عن دور مسرح العرائس في تنمية مهارات الطفل. سعيدة جدا أنه يكون معي داخل الاستوديو أستاذة مواهب. كيف حبيك؟ كيف تمام؟ أنت ولا ميمي؟ أنا وميمي. خلاص ويس، هذا نميمي وهنا يا صاحبتها. كيف احوالك؟ ان شاء الله تمام الحمد لله. صباح سعيد ميمي، معلش تقعد لنا هنا بس شويه. بعدين كان لما اكون دايره تجيني، لما تكون دايره نجيب لك بيت ودمنه. يلا دي عرايس بتاعت الوان، دي عرايس الوان، ده باللون. ممكن اللون ده شنو؟ ده بامبي. نفس طرحتك بس هاي عاملين ماتش. اي عاملين ماتش. سعيدين بوجودك معنا اليوم من خلال هذه الحلقه اللي نتكلم فيها عن تنميه مهارات الطفل. اول حاجه انا اتكلم عن مسرح العرايس، و ما عايزه اقول انه هو ما في لكن ما زي زمان. ايوه. شنو الاسباب اللي بتخلي مسرح العرايس وقدر شنو كانوا الاطفال بيحبوه وكان مرغوب وكان في يعني تدافع جماهيري اطفالي على مسرح العرايس، واللي اختلف حسيش؟ والله طبعا اقول لك شنو، انا اقدر اقول لك الكرتون هو ممكن ابعد الاطفال عن او القنوات الكثير، يعني الرش الكثير بتاع القنوات. لكن عموما مسرح العرايس حاليا موجود في الرياض اكثر، لانه في البيت ما بتلقى الطفل ما خلاص عنده كم قناه كده بتابعها، يعني ما داري يمشي له لمسرح عشان يحضر له مسرحيه. والفكره بقت عنده واضحه، زمانك طفل زمانك ما تحسي ما عارف انه ده شنو. يا ربي ده ممكن تكون عروسه بتتكلم، ده جماد، ده انسان، ده شنو، لكن حسي تجي الرب بيعرف يقول لك ويت عارفين عروسه. يلا بيكذب شنو؟ بيكذب الموضوع والحركه بتاعت العروسه للطفل، لكن الطفل فاهم واعي انه دي عروسه ومصنوعه من الاسفنج وعامل لها كم لون كده لذيذ كده، وانت بورا بتحركي وعارفين ده كله. عشان كده في اقل يعني بقت في قليل من المسرح العرايس وجوده حاليا، لكن متوفر اكثر في 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 الرياض. يعني التعليم قبل المدرسي فرضوا على كل روضه من الرياض ان تقوم تكون عندها عرايس. نعم. ما في عرايس معناتها ما عندهم عندهم حصه لمسرح العرايس يومي على الله. بكون في ركن بتاع عرايس من خلال الماده بتاعتهم ومن خلال الوحده بتاعتهم تتوصل من خلال مسرح العرايس. نعم. طيب نيجي نتكلم عن نقطه مهمه جدا برضو، المضمون اللي بيقدم من خلال المسرح العرايس. يعني انت قلتي هسه انه الاطفال بيقوا فاهمين وبيقوا عارفين وبيقوا واعيين لاي شيء في ظل التسارع التكنولوجي والقنوات والكرتون وغيره. يلا المضمون ده انت زي ما قلتي لازم يكون جاذب، في نفس الوقت لازم يكون فيه جزء تثقيفي وتعليمي بالنسبه للطفل. ايوه، هي العروسه ما ترفيهيه تعليميه، يعني حسي في الفتره الاخيره بقت تعليميه اكثر من ترفيهيه. الترفيه ما بقى في جانب ثاني يعني. صح. نفس الكلام قلته لك قبل من خلال القنوات. كويس. لكن العروسه بقت وسيله بتاع توصيل معلومه لطفل. كويس. يعني من خلال العروسه ممكن تكون عندي كم مشكله انت توصليها من خلال العرايس. يلا بقت في عرايس متنوعه، في عرايس بتاعه استعراض، في عرايس بتاعه بتقدمي بيها مسرحيه، في عرايس مسطحه، في العرايس الترقص تحت الماريونيت دي. يعني بقت العرايس كم يعني كم نوع كده بتاع عرايس بتوصل بيها الحاجه اللي عايزاها انت. طيب حسي انت من خلال متابعتك للموضوع ده شايفه انه الاطفال تفاعلهم وتقبلهم لفكره العرايس كبير؟ كبير والله. كبير. بتبسطوا بيها؟ بتبسطوا بيها جدا. يعني انا حسي بقول لك انا يعني موظفه العروسه حسي ناس التعليم قبل المدرسي عندهم حاجه اسمها الـ 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 يعني بيكونوا مجموعه بتاع الاطفال قاعدين في شكل دايره، العروسه في النص، الاستاذه في النص، وبتحرك العروسه بتوصل مادتها من خلال العروسه دي سمع عروسه المجموعه. يعني الناس التعليم قبل المدرسه انا بقوم بوصل المنهج من خلال مسرح العرايس بمسرحه. يعني ناس مستوى اول عندهم برنامجهم او عندهم منهجهم، ناس مستوى ثاني عندهم منهجهم، ناس وراهم عندهم منهجهم، بقوم بشيل الماده بتاعتنا وبشيل الوحده بتاعتهم بمسرحها بوصلها من خلال مسرح العرايس. نعم. بتكون في كم عروسه؟ الصور دي بتتكلم عن الحاجات اللي انتم بتتكلموا عنها. والله الصور دي بتتكلم عن سلامتنا او الحمايه. برضه وظفت العروسه يعني حسيت الايامات دي كل الاطفال عندهم العطله المدرسيه، يعني بقوم توظفت عملت لي كم شابتر كده وكم قصه بقوم توصلتها من خلال العرايس. يعني حسي في 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 الامهات، ما دار هاجم الامهات. صح.
بيكون في البيت بتلقائيه كده بيفتح لنا الكبريتة وبيفتح لنا الانبوبه بتاعت الفيديو جهاز، وبكون في طفل صغير حايم في المطبخ. ايوه والطفل بيحب يقلد طوال امه مرقت بهنا طوال، هو في كرش الكبريتة ودار يعمل حاجه والنار بقت هاي. ده الشابتر اللي اتكلمنا عنه عن 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 قصه مصوره. في ثاني حاجه بيقوموا بيتعاملوا بالحاجات بتلقائيه، او ما بيفتكروا انه الطفل ده بقلد كويس، بيقوم عادي النوم ده تقطع عليه حاجه، بيشيل السكين من الدرج بتاع المطبخ وبتقطع حاجه وتخلي السكين في حتته يعني، ما بيقوم بيقلد طوال، بيفتح الثلاجه بيشيل ليه كان خيارايه عجوره طماطم المهم الحاجه الدايره، هو بيقوم طوال هو بطريقه غير مباشره بيشيل السكين وبيعمل الحاجه بيعمل الحاجه دي كويس. ثاني في الشلاليه بتاعت الاطفال دائما بيكون يعني عندهم اجازه وما عارفين قاعدين برا في الميدان وقاعدين لهم تحضوا، بيكون في واحد كده يشيل يقول لهم رايح مشي البحر، ده اللي بيقوموا بيمشوا معاه يعني بيمشوا معاه، بيكون في كم زول كده ما بيعرف يعوم صح، طوال بيقوم ذاك يغرق وتسبب مشكله برضه. عملتها حاجه زي دي يعني انه المفروض نكون عارفين انه كيف نعوم وشنو كده ما عارف. ثاني في الالعاب الناريه، العاب الناريه الاجازات بقت مبالغه وحتى في الاعياد يعني مزعجه شديد وخلاف كده مؤذيه يعني ممكن الطفل ما بركز ليك بيقوم بيعمل الحركه بتاعت اللي هو الشعله دي وما بيرفع عليه اعلى صح، ممكن مصوبه على عينه ممكن تبوظ زي اي شيء برضه يعني شلت المساله بتاعت الالعاب الناريه. ثاني الادويه يعني في اطفال كده بيحبوا لك الادويه دي حب مبالغ يعني ايام ما ايام بيفتح الثلاجه داري يشيل دواء امه بتاعت الضغط ابوه بتاع السكري بيشيل الدواء يشربه او يشيله من الثلاجه يرجعوا فما بيعرف الفائده شنو برضه اخذتها يعني منه. ثاني في النهايه طبعا الاطفال دائما عموما ما بيحبوا يقعدوا لك في البيت، دائما تلقوهم قاعدين وين؟ في الهنايه في 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 اسمه شنو هم؟ العمود بتاع الكهرباء. آه. عمود الكهرباء بيكون فيه كميه بتاعت اسلاك صح، موتورات ما مقفوله شنو برضه صح، يعني ده كله ممكن انا قاعده اوصله من خلال مسرح العرايس والاغنيه. دي حاجه مهمه جدا. آه والله دي طيب احنا هسه عايزين ناخذ نموذج. انا حامسك ياتا، انا حشيل ياتو ده اي واحده دايره خلاص، انا اديكي ميمي اديني ميمي وانا اتكلم باللون بتاعك اللي بيشبهك ده حلو ده احلى منه لكن عليك الله بس خلاص دي الحاجه الوحيده اللي انت عرفت تقولها الليله يلا شيء شديد طبعا. اها. بتعرف تحرك المناسبة. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سعيدة جدا 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 تعرفت بيك، لكن ما أعرف اسمك من اسمك من أنت. والله أنا كده عيني لي. لا أنا ما أنت. أنا اسمي شهد. يا سلام، أنت حلوة يا شهد. يا سلام، شكرا. والله حلوة. والله. كيف يا شهد؟ انا تمام الحمد لله. تمام والله الحمد لله. لا ما تعرفتي عليه لكن الزول المعاي ده اي اللي ده اسمه منو؟ اي والله حلو، هو ذاته لابس بينك، اسمه منو؟ سميه عمار. لا هو بيت ممكن نسمي عمار، ما مشكلة. كيف يا عمار؟ تمام الحمد لله. كيف اخبارك؟ كيف الحمد لله وانت طيب؟ وانت طيب ان شاء الله اجازه سعيده ان شاء الله يا رب العالمين. انا ناوي تعمل شنو في الاجازه؟ والله بس انا عايزه العب. تلعب وين؟ العب بس في البحر. هي لكن البحر ما بتموت. لا ان شاء الله ما حموت. انت قاعد تمشي مصايف؟ ايوه. يعني دخلت سباحه؟ لا ما دخلت سباحه لكن انا هتعلم في البحر. لا انا ما ممكن تتعلم في البحر، كان اتعلمت في البحر بتموت. خلاص طيب اعمل شنو عشان ما اموت؟ اول حاجه مفروض تخش سباحه ويعلموك كيف تسبح، وما يعني لما تمشي البحر تعرف كيف انك تخش موقع وتقوم، ما موقع بتاع الكترونيا، ما موقع بتاع تواصل، موقع أيوة. بتاع تبيق وين تعوم. ايوه يعني حس انا لازم اتعلم يا اخلاق، انت ما ممكن طويل لحد ما لا لا لكن البحر. انت حسك مشيت تنقش البحر وقمت عملت الحركه اول حاجه ملصت ملابسك وتاح وقحت ما بتموت. طيب وماما تبكي وبابا يقول لا 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 انا ما داير ماما تبكي ولا داير بابا يبكي، حامشي اتعلم في المصيف كيف نعوم وبعدين اجي اخش البحر. يا سلام على كنت حلو تعندك بوسه. والله المفروض تكون بتاعت عرايس مش خلاص. طيب تمام عمار ضمنت لي شغل بيك.
والله شغل جميل جدا من الناس ممتع خالص يعني حتى الاطفال بقوموا يعني حتى الناس الكبار قلت لك على حسب التحريك يعني العروسه دي ما عباره عن حاجه جامده صح. انت لما تدخليها في يدك بتقومي بتحرك ايوه بتوصل الاحساس للحاجه دي ذاتها طيب. من خلال الحركه من الصوت ده كله ممكن يكون عناصر عشان تقوم تنجح التحريك بتاعك ممكن يكون عندك اكثر من ماسك من ماسك الماسك لا هنا هاي دي عرايس أي. الماسك ده اكمل لبس الكامله بيلبسوه هاي يعني اكثر من كم شخصيه تشتغل بيها ممكن هاي اكثر من شخصيه طيب احنا عندنا حاجه دارين نعرضها ممكن انت عندك طيب نموذج ممكن تقدمي لنا حاليا هاي ما فهمتك لتاع عرايس ما في اغنيه مفروض ممكن طيب. ممكن نشتغل على استعراض طيب انت ذاتك متصالح معنا يعني العرايس في امكان ما شايفين بابا جاي من الشغل تعبان بطلوا غلبة بطلوا غلبة لما بابا يعود من الشغل بياخد راحة نرتاح حبة ونسكت سينا نوم بالراحة لما بابا يعود من الشغل بياخد راحة نرتاح حبة ونسكت سينا نوم بالراحة انا قاعد متحير في الختين في البوتجاز والله نشف بقى احمر والله
والله يا اخي الفكره حلوه شديد، ويعني خلي احنا بنستمتع بها، فما بالك الاطفال، الاطفال بيحبوها. بالمناسبه بيستمتعوا بها الناس الكبار، حس ان احنا بنشتغل يعني شغل عروض دلقى الناس الكبار عاملينها. اي بالضبط كده، بتبسطوا بالحاجة. والله يا اخي احنا كنا مبسوطين جدا بوجودك معانا استاذه مواهب، ويعني ان شاء الله ان شاء الله دائما نكون في ناس بيسعوا لانهم يثروا حياه الطفل من خلال حاجات ترفيهيه تثقيفيه وتعليميه بتعكس واقعنا نحن السوداني. ما نخليهم يمشوا لحاجات دخيله علينا، ما نخليهم يمشوا لحاجات ما بتشبهنا، نخليهم دائما نحتويهم بمضموننا وبمحليتنا. خلينا ان شاء الله ان شاء الله. انا ذاتي من هنا بهني كله يعني يعني التحيات تصل لكل الرواد بتاع المسرح. نعم. مسرح العرايس استاذ يحيى شريف، نجوى العموري، الناس محمد حسين هو ذاته المصمم العرايزه، يعني تصميم هنا سوداني يعني. نعم صح بالضبط كده كويس. وبهني احمد بشير برضه في الحركه بتاعت مسرح العرايس، وهيجو تيتو، دول كلهم يعني مناضلين من اجل مسرح العرايس يعني. نعم نشكرك جزيل الشكر. الله يسلمك. الله يبارك فيك. واكيد نحن لسه بنتواصل مع المشاهدين اللي بيتابعونا. عندنا نموذج كرتوني اكيد نلتقي بعد الفاصل. والله لسه صباح الخير. نلتقي بعد الفاصل. فاصل كرتوني.